الاعلان الالكتروني ده مش بيقام بطريقه عشوائيه. دلوقتي انا فاكر ان انا حد كمبيوتر ساينس على فيسبوك، المعلومات عندي ان انا بدرس كمبيوتر ساينس. اللي بيعمل الاعلان بيحدد ان هو عايز يوصل الاعلان للناس اللي في كمبيوتر ساينس بس. الفترة دي كنا شغالين النهاردة في كورس الاي ماركتينج، كان يوم 26 و27، كان بالتعاون مع المؤسسة العربية. كان هدفه ان انا اعرف الناس يعني ايه ماركتينج، يعني ايه تسويق، يعني ايه تقدر تشتغل ميديا على الانترنت، يعني تقدر تشتغل عن انت اصلا وانت في البيت. فكان هدفنا كله ان احنا مجرد ورك شوب للناس اللي احنا نعرفهم يعني ايه ماركتينج. بعد كده ان شاء الله بعد الورك شوب دي ما بتخلص بيومين، هنبدا نتواصل مع الناس ونعمل لهم تدريب لمده شهر كامل فور فري مجانا في الاكاديميه، او نقدر نوفره للناس عن طريق الانترنت، بحيث ان الناس تفهم يعني ايه ماركتنج بصوره عامه، يقدر في تدريب عليها بعيدا عن الورك شوب، ويقدر يتمكن فعلا في الاي ماركتنج ويقدر يشتغل بها بعد كده. كانت المنحه الثانيه الثالثه اللي احنا كنا نبدا بيها كانت عباره عن الانجليزي، اللي تقريبا اغلب الناس محتاجاها، او اغلب الشباب سواء ثانويه عامه سواء طلبه الجامعه سواء حتى الخريجين في التقديم على الوظائف. فكانت بدايتنا اللي احنا اتعاملنا مع مركز هارفرد، خدنا منهم كورس انجليزي. الكورس مدعم كامل مجانا، ما فيش عليه اي تكاليف، وكورس مدته 6 شهور. فهدفه اللي احنا مثلا من المستوى الاول للمستوى الثامن هنتعامل مع محاضرين مصريين، بحيث ان انت تاخد الاساس في الانجليزي. بعد المستوى الثامن هنبدا نتعامل مع محاضرين اجانب، بحيث ان انت تخرج من الكورس من عندنا من صفر في الانجليزي اللي انت متقن الانجليزي، سواء محادثه سواء كتابه سواء انترفيو داخله في الانجليش تقدر تتعامل معاه باي طريقه. فده كانت عباره عن منحتنا، بس احنا هدفنا كله مش المنحه دي بس، او مش هدفنا كله هدف تنموي، فكره اسبق بخطوه. احنا نقدر في كل الشباب في اي وقت وباي طريقه، مش ممكن بعض الناس تفتكر ان فكره اسبق بخطوه عباره عن مؤسسه تنمويه، لا، اسبق بخطوه اقدر اشبهها بقاموس، اللي انت يوم ما بتلاقي حاجه او عايز حاجه تقدر تدور عليها في اسبق بخطوه وبتلاقيها متوفره في اي وقت وفي اي مكان.